التنسيق مع الفيدرالية الوطنية للسلام والإنسانية اللي تبرعونا ب 3250 شجيرة قصد غرسها في المناطق المحروقة. اليوم رانا متواجدين بهذه المنطقة مواصلة لعملية التشجير، العملية الكبرى للتشجير التي انطلقت يوم 25 أكتوبر وتتواصل إلى غاية 21 مارس 2021. أردنا أن تعمم هذه المبادرة، لذلك أردنا أن تكون وطنية، وأردنا أن تكون الانطلاقة من ولاية تيبازا وبالضبط من غورايا، الجبال التي تضررت كثيرا جراء الحرائق الأخيرة. الهدف تاعنا أنه إن شاء الله ما نقدرش نرجعوا كامل الغابات يتحرقوا، مي رانا نديروا بوسيبل تاعنا باش نرجعوا أمه شوية 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 أشجار وباش تعاود تولي بلادنا خضراء إن شاء الله. وحنا كفنانين ماذا بيا كامل يديروا نفس المبادرة في كامل الولايات.